اختتام صباحنا غير لليوم راح يكون مع صبية حلوة وأكيد عندها رسالة سامية جدا. الإعلام هو رسالة، ورسالة الصحفي دائما يوصل المعلومة بدقة وبأمانة، وهذا الشيء كان رسالة ضيفتنا لليوم بمشروع تخرجها. أكيد راح نتعرف عليها أكثر وعلى مشروعها وعلى كل شيء عم تقدمه. بيسعدنا نرحب بسالي الحموي خريجة الفنون الجميلة. يسعد صباحك سالي، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. يسعد صباحك سالي واهلا وسهلا فيكي. يعني اول شيء هذا مشروع تخرجك، فقديش مهتمه بهذا الموضوع يلي هو جدا مهم وهو الاعلام؟ يعني الاعلام هلا بوقتنا الحالي هو رساله تنقل بصدق، لازم خلينا نقول تنقل بصدق للمتلقي، وهون بلشتي بمشروع تخرجك. أول شيء عرفينا هيك عن حالك، عن دراستك، وليش اخترتي هذا المشروع؟ أنا اسمي سالي الحموي، خريجة فنون جميلة بجامعة دمشق قسم النحت. نحن كان مشروعنا التخرج عبارة عن أنه بدنا نختار كلية من الكليات تجمع الآداب والهندسات ونعبر فيها بمنحوتتنا عن الكلية، وأنا اخترت الأعلام. حلو. حبيت اختار الاعلام اول شيء، شفت التصميم الكلي كثير حبيته. نحن لازم اول شيء ناخذ المكان وبعدين ناخذ الفكره. والاعلام هو رساله، الاعلامي هو بيوصل من خلالها رساله للعالم، بيوعي الناس وبيثقف الناس. حلو. وحبيت اني اختار كليه الاعلام. حلو. سالي احكي لنا اكثر، مشروع تخرجك شو كان؟ شو الرساله اللي حبيتي توصليها؟ شو جسدتي من خلاله؟ هلا اول شيء انا انه اشتغلته يعني بشي تقريبا شي شهر، يعني ما كان معنا وقت كثير. كان وقتنا بالكليه يعني نداوم للمساء. اشتغلته من الجبصين والقنب، كثير تعذبت فيه. يعني هو عملنا يعني كل واحد عمله لحاله مو الجماعي. شو الشكل العام اللي كان لمشروع التخرج تبعك اللي قدرتي توصلي فيه هي الرساله؟ حبيت أعبر عن الإعلام بطريقة مباشرة، عن المذيع والمراسل والمصور اللي بيكون مرافق على طول. اشتغلت بطريقة تعبيرية، ما حبيت يعني إنه أدخل بالواقعية، حبيت أدخل بأسلوبي الخاص. حلو كتير. هون بدك تحكي لنا امتى اكتشفتي موهبتك، كيف اشتغلتي عليها، كيف طورتيها، بعدين رح نحكي عن شيء كتير مهم اشتغلتي. هلا من انا وصغيره برسم، يعني من تقريبا كان عمري شي سنه كنت ارسم على طول. حلو. كنت شارك معارض المدرسه، بابا هو يعني كان يدعمني على طول، هو بيرسم كان حلمه يعني، بس لظروف خاصه ما في كفى، فكان يعني تقريبا عم يحقق حلمه فيا، دائما كان يساعدني بالمعارض. ماما وبابا يعني كثير شجعوني من اول خطوه مشيتها. فكانت هي عندي موهبه، بعدين انا صرت نميه واتدرب. يعني هو الفن الاخير يعني شيء بيعبر عن الشيء جواتي، بيعبر فيه عن المشاعر اللي جواتي. بعدين صرت يعني على التدريب، صرت احس انه لا، انه انا هذا المجال بدي فوته، وكان يعني حلمي من انا وصغيره. حلو. بالتوفيق دائما يا سالي. نحن عم نشوف صور من اعمالك ومن الفعاليات اللي شاركتي فيها، ومرقت صوره سالي لفتتني هي من نفق جوبر. خلينا نحكي عن هي المشاركه، شو كان بالضبط دورك فيها؟ هلا هي كانت جماعية بإشراف الأستاذ أنس قطرميز، وكانت بتحكي عن الجيش العربي السوري. كان هو يعني تقريبا يعني كان الوقت كتير قصير، شي أسبوعين ونحت مباشر. فحبينا نعمل شي مميز. عن جد كان شي مميز، يعني عم نشوف من خلال المنحوتات نحت الجندي وحامل البارودة، يمكن وثقتوا أحداث جرت بهيدي الأنفاق، جسدتوها لتكون هالأنفاق مثل ما كانت، بدل ما تكون مصدر للخوف للقلق للرعب، هي صارت معرض للفن. قديش اشتغلتيها برغم الوقت القصير ولكن بحب، وما حسيتوا كمان بهذا الوقت؟ ايه تماما، يعني كنا ننزل لتحت يعني ننسى كل شيء خراب هو فوق. حلو. حلو كثير. سالي خلينا نحكي شوي عن احلامك، كيف بتطوري حالك؟ نعرف مجال النحت هو مجال اكيد بيعتمد على الموهبه والابداع، ولكن ايضا على تطوير القدرات. خلينا نحكي عن مشاريعك المستقبليه، وكيف بتطوري حالك بهذا المجال؟
تماما، هو انه الموهبه لحالها ما بتكفي، واحد بده يتدرب لحتى يوصل للشيء اللي بده اياه. انا دائما يعني هلا نحن عندنا بالكليه دائما عندنا مشاريع، فما كنت عم بقدر اني اشتغل بالبيت، بس حاليا يعني بعد ما خلصت اكيد بدي اطور حالي بالبيت واشتغل اكثر على حالي لوصل لمكان انه يكون عندي اسلوبي الخاص. حلو، الله يا رب. نرجع لمشروع تخرجك سالي، الفكرة تبعه هي يمكن كيف اجت الفكرة تبع مشروع التخرج؟ قديش اشتغلتي عليها؟ قديش كان هيك عندك كثير اسئلة جاوبتي عليها من خلال هيدي الرسالة اللي انت رح تقدميها؟ وشو عندك، كل حدا فينا هيك عنده وجهة نظر خاصة فيه او عنده اقتراحات ممكن يضيفها لمشروع التخرج، شو اهم نقطة انت ركزتي عليها؟ ايه هلا انا قلت لك انا اول ما بلشت يعني انا كنت حابه يعني وببالي انه كليه الاعلام، لانه حلو. يعني حبيت الفكره، حبيت انه يكون مو عمل عادي اني اوصل رساله من خلالها. اول شيء يعني الواحد بس يشتغل يعني بس يرسم سكتشات بيكون غير الواقع، لما بلشت شغل صرت اغير فيه كثير. كان مثل ما قلت لك هو جاب صين مباشر كثير صعب. يعني كان يعني كيف انه ما كنت انا مرره شو بدي، يعني كنت غير، ما فيكي بالنحت، ما فيكي انه انت خلص 100%. مثلا حتى لو عملتي 3D وهيك، فما فيكي انه خلص هذا هو الشكل، بتضلي تغيري فيه بتضلي تغيري فيه لحتى يوصل للشيء اللي انت بدك اياه. يعني سالي، انت صبية حلوة وبأول عمرها، تجاربنا لساتها يمكن بالبدايات، خصوصا نحن خريجين. بدي تماما اسالك عن تجربه العمل الجماعي بمجال النحت. في اشخاص بيقولوا انا بحب اشتغل لحالي، في اشخاص لا بفضلوا تجربه العمل الجماعي. انت وين بتحسي حالك اكثر؟ شو بيفرق التجربتين برايك؟ هلا هو حلو كتير العمل الجماعي، بس كل حدا عنده رأي وكل حدا عنده وجهة نظر، فأنا بفضل إنه العمل الخاص فيني، لأنه كل حدا يعني كل فنان بيشتغل بالأسلوب اللي هو بده إياه، وممكن يشوف حدا هذا الشيء غلط، ممكن يشوف هذا الشيء صح، فأنا بفضل إني أشتغل لحالي. حلو كتير. يمكن الشغل، اكيد الشغل لحالك هو بيعطيكي مساحه ممكن انت تتوسعي فيها، لانه الفنان هو ما لازم يكون مفروض عليه لا وقت ولا قيود، يعني ممكن انت حسب احيانا المزاج، يعني انه تكوني رايقه يطلع معك شغل كتير حلو، احيانا يكون في ضغط عندك مثلا ما تقدمي الشيء اللي بدك اياه، فلهيك انت يمكن بتفضلي العمل الفردي، ولكن المشاركه لازم تكون جماعيه، ما هيك؟ اكيد قديش بتعطيكي هيك يعني شيء حلو، يعني ممكن انت تشتغلي فردي وتقدمي جماعي، هون نحكي عن هذا الموضوع. ايه اكيد هذا الشيء، حتى نحن بالجامعه يعني صح كان كل واحد لحاله عم يشتغل، بس تقريبا كنا مع بعضنا يعني تماما، كل حدا يعطي مثلا، ممكن انا مثلا بكون ماني شايف في غلط بعملي، ممكن مثلا رفيقتي تجدد لي انه لا عندك هون غلط يعني، حلو. فانا اكيد بتقبل هذا الشيء، بالعكس يعني بنبسط لما حدا يجي ينتقدني. حلو حلو، لانه دائما الفنان عينه بالعمل، فبيشوفوا انه هو عمله كثير حلو، ما بيشوف غلطه ابدا. حلو. سالي، شو بتخططي للمستقبل؟ شو الخطوة الجاية اللي رح تكون؟ خلينا نحكي عن أحلامك اللي حابة تعمليها، ممكن معرض فردي، أي شيء خاطر على بالك. هلا أكيد يعني هلا بلشت البداية، وأكيد بدي أطور حالي أكثر لوصل للمكان اللي أنا بدي إياه، وأكيد يعني بحلم إنه يكون عندي معرض فردي. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يمكن بهذا الطموح، خلينا نقول هالشغف، اكيد بيكون عندك معرض فردي، ولكن مثل ما بيقولوا خطوه الالف ميل بتبدا بميل واحد. عندك شيء معين هيك بتحبيه اكثر لقلبك بالنحت؟ يعني في نحت على الخشب، في نحت على الحجر، في يعني في شو اقرب هيك لقلك؟ شو بتحبي اكثر شيء تحسي حالك انه هيك قريب عليكي؟ هلا انا حبيت صراحه اول مره بجرب يعني الجبصين المباشر، هو كثير صعب وحبيته كثير يعني رغم انه صعب. اي حبيته يعني كثير، وانا يعني مو بس نحت يعني برسم كمان طبعا، فانه التنتين بحبهم. حلو كثير. خلينا نحكي كمان عن بكل فترة معينة الواحد أو الشخص بينضج، فينا نقول ممكن يكون تجربته الفنية أو حتى على الصعيد الإنساني، ودائما بتعلم من تجارب الأشخاص اللي قبلوا بالمهنة. عندك
هذا الحس انه انا بدي اشوف مثلا فنان شو عم يشتغلوا برا، مو بس عندنا مثلا على صعيد الوطن العربي او حتى بسوريا. هاي المتابعه دائما موجوده عندك بشخصيتك، ومين اكثر شيء بتحسي حالك انه انت متاثره باسلوبه؟ هلا ما في حدا معين متاثره باسلوبه يعني لحد الان، بس اكيد يعني بتابع عن فنانين بتمنى اني اوصل المطرح اللي وصلوا له، بس اكيد بده تعب وعذاب. اكيد ان شاء الله يا رب، يعني بنتمنى لك يعني كل التوفيق بخطواتك يا سالي، واذا بتحبي هيك توجهي اي رساله او كلمه فالهواء لك. اكيد بدي اتشكر قناه الاخباريه على الاستضافه الحلوه، بدي اتشكر مجد هو شريك حياتي، واهلي وخالتي اللي كانوا معي دائما كانوا يعطوني طاقه. الله يخلي لك ابوك وامك وكل يلي دعمك وكل هيك حدا ساعدك بطريق النجاح. نحن دائما بنسلط الضوء على الشباب الواعد، غير انه هو الواعي لانه هو مثقف بالنهايه، الواعد اللي ممكن نحن مع انتهاء هذه الحرب القويه على سوريا نعيد بناء شيء كثير حلو. شكرا لوجودك معنا سالي. شكرا لك. شكرا كثير لك، وكل التوفيق بكل خطواتك القادمه. شكرا كثير.